بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، محمد رسول رب العالمين. اللهم صل عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مشاهدي الكرام، في مطلع هذا العام الهجري الجديد، أسأل الله العلي الكريم كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما كان يشاهد مطلع الهلال فقد كان يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، فنقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، واجعله هلال خير ورشد وبركة على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذا العام عاما سعيدا، واجعله عام فرج وفرح وبركة على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأحيي أسرة البرنامج، برنامج فتاوى وأحكام طبية فقهية. مشاهدي الكرام، وردت إلى البرنامج عدة أسئلة. هذه الأسئلة تتعلق بالفقه الإسلامي، ولها جانب من جانب الطب. السائلة الأولى تقول: السلام عليكم ورحمة الله. أقول ورحمة الله. تقول: ما حكم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية؟ السائلة بتقول عايزة تعرف إيه الحكم الذي شرعه الإسلام في مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية. المرأة الأجنبية هي كل امرأة يجوز لك أن تتزوج منها. مش معنى أجنبية يعني أن هي من دولة تانية أو من أمة تانية أو صاحبة لغة تانية، لا، أجنبية عنك يعني يجوز لك أن تتزوجها. معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصافح امرأة لا تحل له على الإطلاق، وما مس جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد امرأة على الإطلاق إلا أن تكون ذات محرم. ولقد حذر صلى الله عليه وسلم من أن يمس الرجل امرأة لا تحل له، فقال كما في الحديث الشريف: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير لمس امرأة لا تحل له. يبقى ممكن تقول لها السلام عليكم، إذا كانت هناك أمن فتنة فيش مانع تقول لها السلام عليكم باللسان، لكن المصافحة ممنوعة. بعض الفقهاء أباح أن يصافح الرجل إذا كان مسنا امرأة مسنة طالما ما فيش شهوة وما فيش فتنة، لكن الإمام الشافعي عليه رحمة الله قال: لسد الذرائع ولعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم فيمتنع أو يجب أن يمتنع الرجل عن مصافحة المرأة الأجنبية. السؤال الثاني، تقول السائلة: ما هو حكم الخلوة بين الرجل الخاطب أو الشاب الخاطب وخطيبته؟ من الشائع بين الناس أن بمجرد أن يتقدم شاب لخطبة فتاة تجد الشاب يخرج معها ويخلو بها، وربما حدثت أمور لا ترضي الله عز وجل. أولا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالمرأة الأجنبية، فقال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. يبقى لو كان راجل لوحده مع امرأة وهما الاثنين لوحدهم، في الحالة دي لا بد وأن يتدخل الشيطان. طيب الشيطان هيتدخل هيعمل إيه؟ أكيد هيزين المرأة في عين الرجل، وهيزين الرجل في عين المرأة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا ومعها ذي محرم. لما يكون مع حد من المحارم دي ما تبقاش خلوة، لكن إذا خلى رجل بامرأة فهذا حرام. ومن الاختلاط الممنوع أن يخلو الخاطب بخطيبته. ذات مرة سألتني امرأة فقالت: يا شيخ، كانت هناك فتاة خطبها
خاطب، ظلت مخطوبة له فترة ما، ومع الوقت ومع التساهل والتسيب وقع هذا الشاب أو واقع خطيبته كما يأتي الرجل امرأته التي تزوجها، فحملت منه، فلما رآها الشاب مستهترة أصر على أن يفسخ خطبتها. هذه الفتاة في حزن شديد ذكرت موقفها وقصتها لامرأة جارتها، فأرادت المرأة أن تعطف عليها وقالت لها: أزوجك لابني. وطلبت الأم من ابنها أن يتزوج تلك الفتاة من غير أن تعرفه شيئا. بعد شهر أو شهرين من ظهر على الفتاة التي زوجة أعراض الحمل كالترجيع والدوخة وما شابه ذلك من الأعراض الطبية المشهورة عند النساء. ذهبت المرأة بامرأة ابنها إلى الطبيب فقالت لها: زوجة ابنك حامل. المرأة تسألني تقول: هل أخبر ولدي بأن زوجته حملت من غيره أم لا؟ ولو أنني أخبرته لطلقها، ولو علم أهلها يعني أهل البنت أنها حملت من سفاح يعني من الخاطب الأول لقتلوها وقتلوا الذي فعل بها الفاحشة. انظر التسيب وصلهما إلى مصيبة كبيرة، بل مصيبة مركبة. لذلك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا تخلون بامرأة ولو كنت تعلمها القرآن. قالوا: يا إمام، حتى ولو كانت صالحة؟ قال: ولو كانت مريم ابنة عمران. يعني مهما كانت صالحة وتقية وأنت صالح، فربما زينها الشيطان وزينك فيها فوقعت الفاحشة والعياذ بالله، وحدث ما لا يتوقعه إنسان. السؤال الثالث، تقول السائلة كما جاء إلى البرنامج: ما هي أحكام المستحاضة في الفقه الإسلامي؟ المستحاضة هي المرأة التي ينزل عليها دم، لا هو دم حيض ولا هو دم نفاس. دم الحيض معروف، أما دم الاستحاضة دم أشبه ما يكون بدم النزيف، لأنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو دم ينزل من عرق من تحت الرحم. فهو دم نزيف زيه زي دم الجرح تماما. طيب، هذا الدم ماذا تفعل معه المرأة؟ المرأة لابد أن تعلم أن هذا الدم لا يمنعها من الصلاة، لأنها كالمجروحة تماما، لا يمنعها من الصلاة وقراءة القرآن ولا من الطواف ولا من الحج ولا من ممارسة حياتها الطبيعية، ولا يمنعها من معاشرة بينها وبين زوجها. طيب، علشان تصلي أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، عليها أن تتوضأ وتستعمل حفاظا على مكان، فإذا فعلت ذلك صلت، وإذا أرادت صلاة جديدة يعني صلت مثلا تصلي فلو ولم تجد وضوء لصلاة العشاء. طيب، لو نزل منها دم أثناء صلاة المغرب فلا حرج، لأنها استعملت وسيلة تمنع نزول الدم أثناء الصلاة، أو لو نزل دم فإنه ينزل في هذه الوسيلة. السؤال الرابع، تقول السائلة: متى تعرف المرأة انتهاء فترة العدة، عفوا انتهاء فترة الدورة؟ الدورة هي العادة الشهرية، وهذا أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله تعالى من حكمته أن جعل دم الحي صحة للمرأة، وهذا الدم يخرج على سبيل الصحة، فلو بقي فيها لأضر بصحتها. فمن رحمة الله تعالى بالمرأة أنه جعل لها عادة شهرية غالبا. طيب، مدة العادة الشهرية
أكثرها كما يقول أكثر العلماء 15 يوم، أكثر مدة ليها 15 يوم، وأقل مدة ليها يوم بليلة، وأقل مدة ليها يوم بليلة، والغالب من 6 أيام ل7 أيام. يبقى هنا المرأة غالبا تحيض من 6 إلى 7 أيام، وقتها تعرف إن هي العادة بتاعتها انقطعت بحاجة من 2. أولا، إما بتتبع أثر الدم بقطنة أو قماشة بيضاء وتنظر هل بقي شيء ينزل أم أن الأمر قد انتهى وارتفع الدم، فإذا وجدت الدم ارتفع فعليها أن تغتسل وتمارس حياتها طبيعية. دي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن تجد فرصة بيضاء أو هو سائل أبيض ينزل من المرأة عقب انتهاء الدورة مباشرة، فإذا رأت هذا السائل الأبيض نزل منها بعد الدورة فإن ذلك دليل على أنه قد انقضت دورتها، فعليها أن تغتسل وأن تمارس حياتها. طيب، ما الذي يحرم على الحائض؟ هذا هو السؤال الخامس. السؤال الخامس، إيه الأمور المحرمة على الحائض؟ يحرم على المرأة الحائض أن تصلي، كما يحرم عليها أن تصوم، كما يحرم عليها أن تطوف بالبيت الحرام، كما يحرم عليها أن تمكن نفسها من زوجها، كما يحرم عليها أن تقرأ القرآن، ويحرم عليها أن تمس المصحف أو تقلب فيه أو أن تقرأه بصوت مسموع، لكن يجوز لها كما قال بعض الفقهاء أو أكثر الفقهاء أن تقرأ القرآن بقلبها، يعني هي حافظة سورة الرحمن، سورة الواقعة، سورة البقرة، فممكن تقرأ في سرها، فيش مانع إطلاق. لكن إن هي تمسك المصحف أو تقلب فيه أو تقرأ بصوت مسموع، ده ممنوع، وده رأي أرجح الآراء. العلماء اللي قالوا أنه يحرم عليها أن تقرأ القرآن، وهذا هو السؤال السادس، هو حكم قراءة القرآن الكريم للمرأة الحائض. السائلة تقول: ما حكم قراءة القرآن للمرأة الحائض؟ المسألة دي فيها تفصيل. بعض العلماء قال بحرمة قراءة القرآن، أما إذا قرأت جهرا فبعضهم حرمة، واستدلوا بذلك الله صلى الله عليه وسلم الجن أن يمس المصحف وأن يقرأ القرآن كما نهى القرآن العظيم لا يمسه إلا المطهرون. فقاس العلماء حالة المرأة الحائض على حالة الجن، وقالوا حائض تمنع من قراءة القرآن بصوت مسموع ومن مس المصحف ومن حول ومن حمله ومن نفسة ما، بد أن تكون على صلة دائمة بالقرآن وتشهرية، فإنها تتحفظ من الدم وأن تقرأ في أي، طالما وليكن مثلا حريري تكتب بإيديها القرآن، أو شفوي هتسمع على اللجنة القرآن، أو هي بتعلم الأولاد في الفصل أو بتعلم السيدات، في الحالة دي يجوز لها أن هي على الرأي الثاني يجوز لها أنها تعلم وتقرأ وتقرئ غيرها. السؤال السابع، امرأة تسأل فتقول: هل يجوز للزوجة أن تعقد سحرا لزوجها بهدف أن يحبها؟ يعني كثير من الأزواج يقع بينهم الشقاق، بعض الزوجات هداهم الله تقول لك: هل ينفع لي أنني أروح لساحر يعمل لي سحر يحبب في زوجي ويحببني في زوجي؟ أقول وبالله التوفيق، يحرم استعمال السحر بكل أشكاله، وهذا هو الرأي الصحيح من أقوال الفقهاء، لأن السحر استعانة بالجن، وربنا سبحانه نهى عن الاستعانة بغيره، قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس
يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. بقى كان في بعض الناس بيستعينوا ببعض الجن عن طريق السحرة، فزاد بعضهم بعضا رهقا وبعدا عن الله. ثانيا، أن الذي يملك الحب هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن لا يحل، بمعنى آخر يحرم، بل هو من الكبائر أن يعقد الرجل سحرا بهدف أن تحبه، أو أن تعقد امرأة سحرا بهدف أن يحبها زوجها. السؤال الثامن، تقول السائلة: زوجي يحلف كثيرا بالطلاق، فما حكم الدين في ذلك؟ أقول مستعينا بالله تعالى، الحلف بالطلاق شيء حرام، لأن الله تعالى جعل الرابطة بين الزوجين رابطة قوية، فقال تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. لا يجوز التلاعب بالطلاق، ولا يحل للزوج أن يوقعه إلا إذا اقتضت الحاجة ذلك. مثال: ذات يوم سألتني امرأة فقالت: حلف علي زوجي بالطلاق. قلت لها: قول السؤال كاملا. قالت: ابني يلعب بمسدس ماء، مسدس بتاع أطفال بيعبيه مية وبيرش اللي حواليه. فأمه قالت له: ما تلعبش بالمسدس وإلا هاخده منك وأرميه من البلكونة. قال لها: ما تاخديش من الولد، ولو خدتيه ورميتيه فأنت طالق. فعاندت وأخذت المسدس اللعبة من الولد وألقته من النافذة. بكل بساطة وقع الطلاق طلاقا صريحا، وهذه طلقة تعد صريحة لا جدال فيها. قال تعالى: الطلاق مرتان. بكل بساطة الولد بيلعب، الأمر هين، ما فيش داعي ان احنا نكبر المسائل الصغيرة. ممكن نعدي الموجة بأمر تاني خالص، ممكن نعالج المشكلة بأمور كثيرة، لكن يكون الطلاق من الزوج أمر سريع، أو يكون العناد من الزوج أمر سريع. هو تغاب، بل كان غبيا حينما قال: إن أخذت المسدس فأنت طالق. ده غباء وده جهل وحماقة، يضيع عصمة امرأته من يده بكلمة في حين الأمر بسيط. وهي بغبائها وحماقتها عافاكم الله تعمدت العناد، فأخذت اللعبة من الولد وألقتها من الشباك. انظر، إذن لا يحل التلاعب بألفاظ الطلاق. كما أنصح الزوجات بأن تحافظ كل واحدة على بيتها، وألا تعاند زوجها حتى لا تره إلى أن يوقع على الطلاق. السؤال التاسع، سائلة تقول: يا شيخ، كثرت الأقوال حول النمص، فما هو النمص وما حكم أخذ الشعر الزائد من الجسم؟ السؤال ده جميل وواقعي، وانا شايف ان احنا انتقينا الأسئلة اللي فاتت ديت من أسئلة كثيرة جات للبرنامج. نسأل الله التوفيق فنقول: النمص معناه أخذ المرأة من شعر حاجبها. طيب حكمه؟ حرم الله تعالى أن تأخذ المرأة من شعر حاجبها. قال تعالى حاكيا عن إبليس لعنه الله: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ربنا خلقك في أحسن صورة، ما فيش داعي أن تتدخلي في خلق الله. تدقيق الحواجب ورسمها هذه أمور لا يرضاها الله تعالى، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة. النامصة أحبابي هي التي تأخذ من شعر الحاجب، اللي هي السيدة التي تقوم بهذا العمل. والمتنمصة هي التي تطلب، يعني اللي بتروح لكوافير أو ما شابه ذلك وتقول لهم خدوا من شعر الحاجب. يبقى اللي عملت الأمر ملعونة، والمرأة التي أخذ منها الشعر ملعونة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، لعن الله النامصة والمتنمصة. ومعلوم أن الله تعالى لا يلعن إلا من أتى بذنب كبير. ومعلوم أيضا أن النمص له أضرار صحية خطيرة. يقول الدكتور وهبة أحمد حسن الأستاذ بكلية طب جامعة الإسكندرية، إن إزالة شعر الحاجب بالوسائل المختلفة ثم استخدام أقلام الحواجب وغيرها من مكياجات الجلد لها تأثيرها الضار، فهي مصنوعة من مضادات ومن معادن ثقيلة مثل الرصاص ومثل الزئبق، تذاب في مركبات دهنية مثل زيت الكاكاو. الوسائل اللي بيستعملوا بيها اللي بيستعملوها في أخذ الشعر في المكياج وما شابه ذلك مصنوعة من مواد حادة وتوضع في مواد بغيضة، كلها لها تأثير. من آثارها كما يقول الدكتور وهبة أحمد، وهذا يسبب التهاب النسيج الخلوي حول العين، ويسبب احمرارا شديدا وتوهجا في العينين حول الحواجب، ويسبب ألما في تلك المنطقة. إذن ربنا سبحانه لا يحرم إلا ما فيه ضرر. قال تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. جميل. إذن هذه الأمور حرمها الله تعالى. طيب، في مهمة، في شعر بيكون زائد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نهى عن النمص ونهى المرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها، نهى ولعن صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. طيب، الشعر الذي يخرج في يدي المرأة في الذراعين وفي القدمين والساقين، هذا كما قال الفقهاء لم يأتي فيه دليل بالمنع أو بالأمر، ويستفاد من ذلك أن أخذ الشعر الزائد مباح. أن تأخذ المرأة الشعر الزائد فهذا مباح. كده تكلمنا عن النمص، قلنا حرام. الشعر الزائد افترضنا أن في زوجات أو بعض النساء بيطلع لها شعر هنا مكان الشنب وشعر هنا في الوجه، لو شالته ما فيش مانع، لكن إذا كان بهدف التدقيق وتفليج الأسنان فهذا مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للشعر الذي يخرج في اليدين وفي القدمين والساقين فلا مانع من أخذه، بل قال الإمام النووي يستحب عنده طيب تتزين لزوجها لا مانع. طيب، ثالث، وهو الذي النبي صلى الله عليه وسلم بأخذه، فقال صلى الله عليه وسلم: الفطرة عشر، يعني في خصال من الفطرة، منها تقليم الأظافر. يبقى يستحب أن احنا نقلم أظافرنا، هذه سنة على رأس كل أسبوع. ومعلوم أن الأظافر لو طالت لحملت الوساخات والمائفها، فلقد أمر الإسلام بالطهارة والنظر، كما أنه من الفطرة كما قال صلى الله عليه وسلم نتف الإبط، وهو الشعر الذي يخرج تحت الإبط، من باب النظافة والطهارة أمر صلى الله عليه وسلم بنتفه. وأمر صلى الله عليه وسلم من باب النظافة استعمال السواك،
وأمر صلى الله عليه وسلم من باب النظافة استنشاق الماء، وأمر صلى الله عليه وسلم بغسل البراجم. لما يكون إنسان بدين يعني جسمه وزنه تقيل وفي ثنايا في جسمه، فعليه أن يغسل هذه الثنايا، الأماكن اللي بتتجمع تحتها الوساخات والعرق أكرمكم الله، ينبغي على المسلم أن يغسلها غسلا جيدا. خلاصة الأمر، أمر صلى الله عليه وسلم بنتف الإبط، وأمر صلى الله عليه وسلم بحلق العانة، وأمر صلى الله عليه وسلم بتقليم الأظافر. كل هذا وذاك من باب أن الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. فالله تعالى لم يحرم إلا ما كان ضارا، ولا يحل إلا ما كان فيه نفعا. هذا وفي ختام هذا اللقاء الطيب المبارك، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.